لن تجد هذه الوجبة إلا في اليمن، في المطاعم الشعبية والأسواق وحتى في الأزقة. البرعي وجبة تشتهر في مناطق عدة مثل صنعاء وذمار وتعز والحديدة وغيرها من المدن. كانت هذه إحدى الوجبات الثانوية التي يتناولها الأفراد والأسر. مع استمرار الحرب وازدياد الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية وتوسع الأزمة الإنسانية، تحولت إلى إحدى الوجبات الرئيسة التي يعتمد عليها المواطنون. ازداد عدد المقبلين على شرائها نظرا لأسعارها الزاهدة، فقد بدلت الأسر أغذية الأرز واللحوم والبقوليات الأخرى بهذه الوجبة رخيصة الثمن. أصبح البرعي الآن أصبح حاجة أساسية للفقير والغني. البرعي بيجري بمئة ريال، والصباح والعائلة كلهم بمئة ريال. الفرع عادوا الشيء زيت، عادوا الشيء بصارة، عادوا الشيء صلصة، يعني أقص على الأسبوع لا 600 ريال، هذا بمئة برعي والصباح والعائلة كلهم. بعض الناس والله وربي إنهم يتغطوا برعي، بيخلي من صبوحه ويتغطى برعي. يزدحم هذا المحل وغيره من المحال الواقعة في مدينة ذمار يوميا بالمشترين في الصباح والمساء وحتى في الظهيرة. للبرعي طريقة خاصة في التحضير، وهو نوع من أنواع البقوليات يسمى العتر. يتم وضع حبوب العتر في الماء لعدة ساعات، ثم تضاف إليها البهارات والعدس لتبقى في النار عدة ساعات أخرى قبل أن تكون جاهزة. الناس التاعبين اللي يعني بدل ما بيقوم يعني يجر فول وصلصة، وهذا بيقوم يجر بمياه برعي للبيت كامل. تمام، ويعني وجبة سريعة وخفيفة ورخيصة. البرعي أصبح البلاد للغالي وللمجاوع والشعب والكل برعي. هنا يتجمع الصغار والكبار، النساء والأطفال، ليحصلوا على كمية مناسبة من وجبة البرعي. وحتى تنتهي الحرب في زمن لا يعلمه أحد، ستبقى هذه الأكلة وجبة رئيسة لآلاف الأسر في ذمار ومحافظات أخرى.